بغيت نعبر امامكم على واحد الشيء اللي تنفهمه، ولكن كان من المفروض انه ما يبقاش، هو التشكيك والشك والتشكك في الارقام. بل اكثر من هذا، اللي تيجي ماشي غير تيتشكك، تيعطيك شحال حنا، تيقول لك حنا 40 مليون، قال تيقول لك لا حنا 50، قال تيقول لك هذا الشيء، هذا لا تعرف علاش منين جا. تنفهم تنتفهم تنفهم التشكيك والتشكك، لانه تنعرفوا انه لمده طويله المغرب عاش بانه النتائج اللي تتجي ديال الانتخابات وكذا الى اخره تيكون فيها ما كان، والناس بدات تقول ايوا ملي توصل حتى العدد السكان اللي ما عمرو مساتو ادنى شائبه لا في الان ولا في المقبل على امتداد تاريخ المغرب بما فيها الاشياء اللي قاموا بها الفرنساويين. كيفاش يمكن الانسان يتشكك ويتشكك باللي يقترح يقول ها شنو حنا 50؟ انا هذه القضيه هذه كانت في ذاك لي ريزو سوسيو تاع ان الشباب ديالنا يكون مبدئيا تيطرح تشكك حول اشياء اللي هي تتهم بدون ما يكون عنده مرجعيات، بدون ما عنده، هذا شيء اخر. ولهذا الدور ديال الصحافه وتنعرفوا تيقوموا به الحمد لله الان تلاحظ انه الصحافه اللي كتبت الى حد الان تتعطي جميع التفسيرات ومشكوره، لانه هذا الجهد خصنا نزيدوا عليه، لانه خصنا غير نفهموا للناس اشياء اللي هي بسيطه. من حيث ناخذوا العدد ديال التطور ديال حجم الاسر، الاسره المغربيه شحال كانت في 82؟ كان العدد ديال الافراد في الاسره 6 معدل، في 94 اصبح 5.8، في 2004 4.8، 2014 4.2. هذا شيء طبيعي تنشوفوه تنلاحظوه. دابا الشبان ما تيعرفش بانه راه كان قبل العائله، الان نفس العائله الى جلسوا جميع الاجيال ديال العائله غادي تلقى ويهضروا بيناتهم ويسمعوا بعض الارقام يقولوا ايه وشوف دابا راه حنايا ما يخصنا، حنا كنا ثمانية في العائله ديالي. دابا اليوم انا لانني من واحد الجيل عندي 4، ولكن ولادي راه غير 1 و2، يعني غتجي غير ندورو بيناتنا نلقاو كيف الاشياء. فنعطيكم العدد ديال الاطفال لكل امراه كيف تطور، في 60 كانت 7.2 لكل امرأة، في 71 7.4، في 82 لأنه لا تنساوش الحملة ديال ليميتاسيون دي نيسان 5.5، في 94 3.3، 2004 2.5، 2010 2.1. اي ان هاد لا ترانزيسيون، هاد الانتقال الديموغرافي وصلنا به، كانت سبقتنا مدن بلدان بحال تونس، ولكن الان رجعنا وصلنا للمرحله ديال المستوى اللي ما تجددش به الاجيال، المستوى ديال عدم تجدد الاجيال. لهذا شيء طبيعي ان الناس اذا ما كانتش عارفه الواقع تيمكن ما كتبدا تبني الاشياء ديالها على بيرسيبسيون، على بيرسيبسيون ماشي على الواقع الموضوعي. ف هذا الجانب هذا
هو اللي تيجعل ان المعدل ديال النمو السنوي، معدل النمو السنوي تلقاو ان عدد الاسر تطور ب 1.11% ما بين 60 و 71. علاش؟ لانه العائلات كثيره كبيره العدد ديالها يلاه تطور ب 1.1. من حتى نجيو ل 2000 ما بين 71 و 82 تلقاو ان المعدل السنوي 2.3. علاش؟ لانه العدد ديالهم تيكثر، لانه من بعد 82 94 2.21، من بعد ما بين 1914 و2004 2.45، ما بين 2004 و2000 2.59. لانه العائله نوكليير، اي العائله اللي هي يلاه تيكثروا، والعائلات الكبيره اللي كانت تتنفجر وداك الناس اللي عايشين بوحدهم تيكثروا بزاف. ويكفي اننا نرجعوا لجميع العائلات، ولادهم راه شي قالت كان في مراكش دابا راه ولده في مكناش ولا اخر وتيعيشوا، وهذا تيجعل ايضا ان الزواج تيكون في واحد السنوات مرتفعه، وتيجعل انه الولادات ما تتكونش الى اخره. فهذه العوامل الا تستوعبوها الشبان واستوعبوها الناس ما غاديش يبقى عندهم شيء.